يبدو ان اجنده الرئيس الامريكي دونالد ترامب للسياسه الخارجيه باتت رهينه حملته الرئاسيه لانتخابات عام 2020، فالبيت الابيض قلب الطاوله على وزاره الدفاع البنتاغون وعزز موقف حركه طالبان في التفاوض مع واشنطن والحكومه الافغانيه عبر اعطاء توجيهات تربط خفض عدد القوات الامريكيه بموعد ذهاب الامريكيين الى صناديق الاقتراع. ما يترك تساؤلات كثيره حول مصير الاستقرار في هذا البلد ومستقبل السياسه الامريكيه في منطقه جنوب اسيا ككل اللافت ان الاعلان عن خفض عدد القوات الامريكيه اتى من وزير الخارجيه مايك بومبيو بعد ساعات على استلام وزير الدفاع الجديد مارك اسبر لمنصبه ما يكشف عن ثبات موقف البنتاغون الرافض لاي انسحاب وهو ما يرغب ترامب بتجاوزه بفرض شروطه على اسبر من البدايه والتلويح باقاله من لا ينفذ الاوامر لا سيما وان اسبر صرح بانه يشاطر سلفه جيمس ماتيس موقفه المؤيد لبقاء القوات الامريكيه لم تكن أفغانستان نزهة بالنسبة للأمريكيين طوال فترة الرئيسين السابقين بوش وأوباما، ومع وصول ترامب بدأ شد حبل بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع ليتحول الحديث إلى ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات مع حركة طالبان لكن ربط ترامب الانسحاب من افغانستان بموعد الانتخابات الرئاسيه الامريكيه مثل كما يرى مراقبون ورقه اضافيه للحركه التي اعلنت انها لن تبدا مباحثات مع الحكومه الافغانيه في الاسبوعين المقبلين في العاصمه النرويجيه اوسلو قبل الاتفاق مع الامريكيين على صيغه انسحابهم من افغانستان الترويح بالانسحاب الامريكي يزيد ايضا من هشاشه الحكومه الافغانيه ويضفي تكهنات حول سعي كل من روسيا وايران لملء الفراغ الامريكي في افغانستان فقرار ترامب يترك الكثير من التساؤلات حول مدى سرعه هذا الانسحاب والى اي مدى سيكون مشروطا بتطور الامور على الارض وما اذا كانت واشنطن ستسعى لابقاء نفوذها في كابول لمنع توسع النفوذين الروسي والايراني والاهم من ذلك ما اذا كانت سترحل عن افغانستان من دون استراتيجيه خروج لتجد واشنطن نفسها بعد سنوات تخوض حربا خارجيه جديده تعودت عليها امريكا تحت شعارات مختلفه